قناة راق وترياق الأولى تقدم الرقية الشرعية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي في الله في قناة راق وترياق الأولى، وهذا مقطع بعنوان رقية سحر النجاسات والروائح الكريهة عافانا الله وإياكم. أحبتي في الله، هذا النوع من السحر والعياذ بالله يعقد ويطلسم بمادة نجسة أو بروائح كريهة، وترمى في المجاري، في مجاري المياه أو في الأماكن النجسة والعياذ بالله، للأذية والتفريق والنفور وما إلى ذلك، عافانا الله وإياكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا ويكفيكم الشر والسحر والأذية والحسد والشياطين وعوانهم، فهو الله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. وأود أن أنبه كما نبهنا سابقا لكل مسحور أو مسحورة بعدم الذهاب إلى الساحر، لأن هذا لا يجوز، محرم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. والسحر محرم، وهو من الموبقات السبعة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من المهلكات السبعة: الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وما إلى ذلك، فهو من الموبقات، يعني من الذنوب المهلكة، وهو من الكفر والعياذ بالله. فاحذروا من هذه الأشياء، يصبر الإنسان ويحتسب الأجر عند الله وسوف يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى، لأن الذهاب إلى الساحر بنية أنه يفك السحر، بالعكس، يذهب إلى الساحر والساحر يضع له سحرا فوق سحره حتى يستمر معه. فاحذروا من هذه الأشياء، عافانا الله وإياكم. ينصح بعدم سماع هذه الرقية أثناء القيادة، قيادة السيارات، أثناء الطبخ، من باب أخذ الحيطة والحذر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلق قلوبنا به عز وجل، لا نعلق قلوبنا بشيخ أو براقي شرعي أو بأي شيء من الأسباب، نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. الفرج من عنده وحده سبحانه، والشفاء من عنده وحده، وهذه كلها أسباب قد يجعل الله فيها النفع وقد لا تنفع. الشفاء والنفع كله بيد الله عز وجل. بسم الله، بسم الله الشافي الكافي المعافي، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر بالنجاسات، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر بالنجاسات، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر بالنجاسات، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر عمل بالنجاسات، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر ربط وطلسم بالنجاسات، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات السفلي، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر نجاسات سفلي، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر نجاسات سفلي، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر بالروائح الكريهة، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر بالروائح الكريهة، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر بالروائح الكريهة، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات يسبب الاختناق والضيق، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات يسبب الاختناق والضيق، حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات يسبب الاختناق والضيق، حسبنا الله ونعم الوكيل
على سحر النجاسات يسبب الكلام أثناء النوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر سفلي ونجاسات يسبب الكلام أثناء النوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر النجاسات والروائح الكريهة، حسبنا الله ونعم الوكيل. على سحر النجاسات للتفريق والنفور، حسبنا الله ونعم الوكيل. على سحر النجاسات للتفريق والنفور، اللهم انفعنا بهذه الرقية نفعا عظيما، اللهم اجعلها سببا للشفاء والعافية والتمكين والنصر، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعلها سببا للفرج وزوال الهم والغم والمرض، حسبنا الله ونعم الوكيل. على سحر النجاسات للتفريق والنفور، اللهم بارك في هذه الرقية بركة عظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. على سحر النجاسات للتفريق والنفور، حسبنا الله ونعم الوكيل. على سحر الروائح الكريهة للتفريق والنفور والصد والمنع، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وروائح كريهة للتفريق والنفور، حسبنا الله ونعم الوكيل. على سحر النجاسات للصرف والوحدة والعزلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. على سحر النجاسات للصرف والوحدة والعزلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. على سحر النجاسات والروائح الكريهة للتغريب والتفريق والنفور والعزلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. على سحر الروائح الكريهة والنجاسات للوحدة والعزلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. على سحر النجاسات وروائح كريهة يسبب الوحدة والعزلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ابطل ما صنعوه وما عقدوه وما نفثوه وما طلسموه من أسحار، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ابطل ما عقدوه وما نفثوه وما طلسموه من أسحار، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ابطل ما صنعوه وما طلسموه وما عقدوه وما جددوه من أسحار، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ابطل ما صنعوه وما جددوه وما دفنوه من أسحار، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ابطل ما صنعوه وما جددوه وما عقدوه من أسحار وربطوه أو علقوه أو رشوه، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله أرقيكم بالفاتحة أم الكتاب، بسم الله أرقيكم بالسبع المثاني والقرآن العظيم، بسم الله أرقيكم بآيات الله، بسم الله أرقيكم بآيات الله الكريمة المباركات، بسم الله أرقيكم بأعظم سورة في القرآن العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة 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 ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حسبنا الله نعم الوكيل على ما أضرنا حسبنا الله نعم الوكيل على ما أضرنا حسبنا الله نعم الوكيل على ما تلبس في أجسادنا من شياطين وأذية وجن حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون حسبنا الله ونعم الوكيل على سعر المواد الخبيثة حسبنا الله ونعم الوكيل على سعر النجاسات مرشوش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل على سعر الروائح بالبخور والمعمول. حسبنا الله ونعم الوكيل على سعر الروائح بالبخور والمعمول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر كان سببه الحسد. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر كان سببه الحسد أو الانتقام. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله الله سيبطله 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 السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله 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 سيبطله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحر أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السحرة سجدا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 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 فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطن ما كانوا يعملون فوقع الحق فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل 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 ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات للتفريق والطلاق حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات للتفريق والطلاق والأمراض العضوية والنفسية حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر النجاسات للتفريق والطلاق والأمراض العضوية والنفسية حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات والروائح الكريهة للتفريق والطلاق والأمراض العضوية والنفسية حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات للانطواء والعزلة للانطواء والعزلة للانطواء والعزلة حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات والروائح الكريهة لمنع الزواج حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات والروائح الكريهة لمنع الزواج والخطبة والملكة حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر نجاسات وعقد وروائح كريهة لمنع الخطوبة والملكة والزواج حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات والروائح الكريهة والعقد لمنع الزواج والعمل والوظيفة والدراسة حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر نجاسات للأذية والتعطيل حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات والروائح الكريهة للتعطيل والأذية حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان يؤذي بالروائح الكريهة والنجاسات
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان يؤذي بالروائح الكريهة والنجاسات. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان ومس يؤذي بالروائح الكريهة والنجاسات. حسبنا الله ونعم الوكيل على شيطان تؤذي بالروائح الكريهة والنجاسات. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان تؤذي بالروائح الكريهة والنجاسات. حسبنا الله ونعم الوكيل على شياطين ينفرون الناس من رجل. حسبنا الله ونعم الوكيل على شياطين ينفرون الناس بالرجل. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر ومس وشياطين ينفرون الناس من الرجل. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر وحسد ومس وعقد ينفرون الناس من الرجل. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شياطين وسحر للنجاسات والروائح الكريهة ينفرون الناس من الرجل. حسبنا الله ونعم الوكيل على شياطين ينفرون الناس من المرأة. حسبنا الله ونعم الوكيل على شياطين ينفرون الناس من المرأة. حسبنا الله ونعم الوكيل على شياطين وسحر وحسد ومس وعقد ينفرون الناس من الرجل والمرأة من الرجل والمرأة من الرجل والمرأة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان وشيطان يؤذون بالروائح والنجاسات. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان وشيطان يؤذون بالروائح والنجاسات. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان وشيطان يؤذون بالروائح والنجاسات. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان وشيطان يؤذون بالروائح والنجاسات. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان وشيطان ومس يعشقون روائح الأجساد. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان وشيطان ومس يعشقون الروائح في الأجساد. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان وشيطان يعشقون روائح الأجساد. حسبنا الله ونعم الوكيل على شياطين ينفرون الناس من الرجل. حسبنا الله ونعم الوكيل على شياطين ينفرون الناس من الرجل. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس ينفر الناس من الرجل. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس يسبب إحراجات مع الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل على من يسبب قطع العلاقات من المس. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس شيطان يسبب قطع العلاقات مع الناس والأقارب والجيران. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس وشيطان وشيطان يسببون نفور الناس وتشويه السمعة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيطان وشيطان ومس وسحر وحسد يسببون تشويه السمعة. حسبنا الله ونعم الوكيل على شياطين ينفرون الناس من المرأة. حسبنا الله ونعم الوكيل على شياطين ينفرون الناس من المرأة. حسبنا الله ونعم الوكيل على شياطين يسببون نفور الناس والأهل والأقارب من الرجل والمرأة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر نجاسات كتب بالدم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر نجاسات كتب بالدم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر نجاسات كتب بالدم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر نجاسات كتب بالدم وطلسم بالدم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر نجاسات كتب بالدم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر بالنجاسات كتب بالدم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر نجاسات بماء الرجل وماء المرأة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر طلسم بماء الرجل وماء المرأة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر عقد بماء الرجل وماء المرأة والدم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر عقد بماء الرجل والمرأة والدم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر كتب بماء الرجل وماء المرأة والدم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر ملطخ بالدم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر ملطخ بالدم. حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر المقابلة في الصور بالنجاسات والدم والربط والطلسمة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر مقابلة بالصور بالنجاسات والدم والطلسمة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر النجاسات بماء الرجل وماء المرأة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك
فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات سفلي 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 حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات يسبب الصداع والصرف عن العبادة والصلاة حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات وروائح يسبب الصداع والصرف عن العبادة والصلاة حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات يسبب الصداع والصرف عن العبادة والصلاة والصيام والصدقة حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر النجاسات يسبب منع الصلاة والقرآن حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات وروائح يمنعون الصلاة والقرآن حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر النجاسات وروائح يسببون تساقط الشعر وتشويه الجمال ومنع الصلاة والقرآن حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات وروائح يمنعون الصلاة والقرآن حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات وروائح يسببون تساقط الشعر وتشويه الجمال حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر النجاسات يسبب تساقط الشعر وتشويه الجمال حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر النجاسات وروائح كريهة تسبب حضور الشياطين حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر النجاسات وروائح كريهة تسبب حضور الشياطين وملازمة الشياطين حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات يسبب تساقط الشعر وتشويه الجمال والبشرة حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات يسبب تساقط الشعر وتشويه الجمال والبشرة والجلد حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر النجاسات يسبب تساقط الشعر تشويه الجمال والعيون والوجه والبشرة والجلد حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات يسبب تساقط الشعر تشويه الجمال حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر النجاسات وروائح كريهة يسبب فقدان الوعي والتشنج حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات يسبب تساقط الشعر وتشويه الجمال وفقدان الوعي والتشنج حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر النجاسات وروائح يسبب فقدان الوعي والتشنج حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر النجاسات وروائح يسبب العصبية والغضب والانفعال حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر النجاسات
وروائح يسبب الانفعال والعصبية والغضب، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سح النجاسات وروائح يسبب الفشل والكسل، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سح النجاسات وروائح يسبب الفشل والكسل، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سح النجاسات يسبب الفشل والكسل، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سح النجاسات وروائح يسبب الفشل والكسل، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سح النجاسات يسبب فقدان السمع والبصر، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وروائح يسبب فقدان السمع والبصر، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات يسبب فقدان السمع والبصر، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وروائح يسبب فقدان حاسة الشم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وروائح يسبب فقدان حاسة الشم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وروائح يسبب فقدان حاسة الشم، فقدان حاسة الشم، فقدان حاسة الشم، فقدان حاسة الشم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وروائح يسبب فقدان حاسة الشم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر يسبب فقدان حاسة الشم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وسحر روائح وسحر معقول يسبب ألما في الجوب الأنفية والتهاب في الجوب الأنفية وحساسية في الجوب الأنفية، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر معقود وسحر مشموم وسحر النجاسات والروائح يسبب التهاب وحساسية الجوب الأنفية والصداع المتلازم والشقيقة، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ابطل ما صنعوه وما عقدوه وما نفثوه وما ربطوه وما جددوه. اللهم ابطل ما صنعوه وما عقدوا وما نفثوا وما جددوا وما ربطوا وما تابعوا، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات يسبب حركات لا إرادية، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات ومعقود يسبب حركات لا إرادية، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات يسبب حركات لا إرادية، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات يسبب حركات لا إرادية ولا شعور، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وروائح ومعقود يسبب حركات لا إرادية ولا شعور، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات يسبب الضيق والاختناق، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وسحر معقود يسبب الضيق والاختناق، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر النجاسات وروائح يسبب عدم النوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر النجاسات يسبب عدم النوم والأرق والقلق، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر النجاسات وروائح كريهة ومعقود يسبب عدم النوم والأرق والقلق، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر النجاسات وروائح كريهة يسبب الكوابيس المخيفة، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وسحر معقود يسبب الكوابيس المخيفة، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات يسبب الجاثوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وروائح معقود يسبب الجاثوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس يسبب الجاثوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس يسبب الجاثوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مس يسبب الجاثوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وروائح كريهة ومعقود يسبب كراهية النفس، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وروائح كريهة ومس وعقد تسبب كراهية النفس وكراهية الغير، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وروائح كريهة ومعقود يسبب كراهية النفس وكراهية الغير، حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات يسبب رؤية الحيوانات والحشرات والزواحف، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر مطلسم وسحر نجاسات وروائح كريهة يسبب رؤية الحيوانات والحشرات والزواحف، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات ومعقود يسبب رؤية الحيوانات في المنام والحشرات والزواحف، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر نجاسات وسحر معقود وروائح كريهة تسبب رؤية الحيوانات والحشرات والزواحف، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر عمل بأثر الحيوانات
والطيور حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سعر عمل بجلود الحيوانات والزواحف والحشرات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر عمل بأثر الحيوانات والزواحف والحشرات والطيور حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر عمل بأثر الحيوانات حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر عمل بأثر الحيوانات وأثر الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر عمل بأثر الإنسان والحيوان حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر عمل بأثر الحيوان والحشرات والطيور والزواحف والأذية حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر عمل بأثر الإنسان والحيوان حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر عمل بأثر الإنسان والحيوان حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 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 فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة 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 واحلل عقدة. اللهم حل عقد السحر والحسد والمس اللهم حل عقد السحر والحسد والمس اللهم حل عقد السحر والحسد والمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه شفاء للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الله الواحد الصمد الصمد الذي تقضى حوائج الخلق والعباد على يديك لا يقضيها سواك. اللهم ابطل كل سحر وحسد اللهم ابطل كل سحر واخرج حسد اللهم ابطل كل سحر واخرج حسدا ومس اللهم ابطل كل سحر وعقد واخرج حسدا ومس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات في العقد النفاثات 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 في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد 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 إذا حسد 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 حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس 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 في صدور الناس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اخرج الوسواس اللهم اخرج الوسواس اللهم اخرج الوسواس كان سببه السحر والحسد والمس والعين. اللهم اخرج كل وسواس اللهم اخرج كل وسواس مؤذي اللهم اخرج كل وسواس قديم اللهم اخرج الوسواس القديم اللهم اخرج الوسواس القديم اللهم اخرج الوسواس القديم اللهم اخرج وسواس قديم اتعب سنين طويلة اللهم اخرج وسواس قديم اللهم اخرج وسواس قديم اللهم اخرج وسواس قديم اللهم ادحر الوسواس الخناس اللهم ادحره دحر اللهم ادحره واخرجه اللهم ادحره واخرجه حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها نفعا عظيما. انشروا هذا المقطع بين المسلمين والمسلمات نشر الله رحمته ورزقه وفضله في الدنيا والآخرة على من ينشر احتسابا للأجر. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.